خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر تحديدا عام 1917 للميلاد، وبينما كان نفر من العمال يحفرون تحت الأرض لإقامة إنشاءات خرسانية، إذ بأحدهم يصرخ: توقفوا توقفوا. ثم خاطبهم: انظروا من هذا الثقب الأرضي. وبالفعل اقترب رفاقه ونظروا، وبهت الجميع مما رأوا، ثم أسرعوا بالخروج. لقد اكتشفوا بمحض الصدفة ممرات ودهاليز سرية قديمة تفضي إلى مغارة من الكنوز الأثرية والحفريات التاريخية، وطيف واسع ومتنوع من الجداريات الغامضة التي تحكي عجائب الزمن القديم في الجزائر. هنا في شرق الجزائر على الطريق الوطني رقم 43، وعند بلدة زينام المنصورية، تقع مجموعة كهوف جيل، وتشتهر أيضا بكهوف غار الباز، كون الصخرة الضخمة القائمة على مدخلها الرئيسي والتي نحتتها الطبيعة تشبه إلى حد كبير طائر الباز. لقد اكتشف منها 10 كهوف كبيرة تتواصل فيما بينها بعدد كبير من الممرات والدهاليز السرية. وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن نشأة هذه الكهوف ذات التكوينات الكلسية والبصمة الجيولوجية الفريدة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان يتعايش الإنسان البدائي مع أنواع متباينة من الضواري وأكلات العشب العملاقة مثل الديناصورات الزاحفة والطائرة والماموس والبرمائيات الكبرى التي كانت ترتع في هذه المنطقة الغنية بالغطاء النباتي. والمستنقعات التي تواجدت حولها كثير من مخلوقات البر والبحر قبل انقراضها كما سنبين بعد قليل. وأعجب ما في هذه الكهوف غرفتها الرئيسية العملاقة التي تحتوي مئات من الكنوز الفريدة. لقد نحتتها عوامل الطبيعة ببراعة منقطعة النظير، يعجز أمام دقة تفاصيلها أمهر النحاتين في العالم. ومهما كانت متغيرات درجات الحرارة في الخارج تظل ثابتة في الداخل طيلة فصول السنة عند 18 درجة مئوية، في حين يتجاوز مستوى الرطوبة 60 درجة. وهي عظيمة المساحة حيث تتجاوز 3000 متراً مربعا، وارتفاع مائل ومتدرج يتراوح ما بين 20 و32 مترا. ومن ثم فهي بمثابة قاعة كبرى، أو بالأحرى متحف جيولوجي مفتوح، أكثر من كونها غرفة. وفيها تتنوع الأشكال الصخرية الكلسية العجيبة التي يوحي بعضها بمعالم شهيرة قائمة الآن في ربوع العالم، على غرار قصر الكريملين في روسيا وبرج بيزا المائل في إيطاليا وتمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حفريات ومستحثات غريبة على غرار الكائن البحري بويا ومجسم أقدام الإبل العملاقة ومنحوتة القرود الثلاثة الصماء والبكماء والعمياء ومجسم الجنين في بطن أمه وغيرها من الأشكال والمجسمات الغامضة التي نحتت بأنامل الطبيعة وما أنتجته التسريبات الكلسية لمياه الأمطار، والتي عادة ما تكون معبأة بالأملاح المعدنية. وكانت بعثة علمية نجحت في التوغل داخل الممرات الضيقة في جوف كهوف المغارة، واكتشفت بقايا مستحثات نادرة لغير نوع من الديناصورات العملاقة التي لم يعثر على مثيل لها إلا في تنزانيا وقارة أمريكا الشمالية. وهذا يؤكد أن ولاية جيجل وبالتحديد المنطقة المتاخمة لكهوف مغارة الباز كانت موطنا لهذه الديناصورات التي ما زالت مجسماتها بادية للعيان داخل المغارة،
ومنها النوع الضخم الذي ينتمي إلى دوار الديناصورات الطائرة، يصل طول جناحيه عند الطيران إلى 10 أمتار، ويطلق عليه شعب الإزدك، وهو أحد الشعوب الأصيلة في القارة الأمريكية، اسم الثعبان الطائر ذو الريشات المجنحة. ومنها أكبر أنواع الديناصورات آكلة العشب، ويطلق عليه اسم السحلية ذات الأيدي، كون الأيدي الأمامية أطول من الخلفية، ويتسم هذا النوع بالعنق الطويل الذي يمكنه من تناول الأوراق والأغصان الغضة في أعالي الأشجار. الوزن يصل إلى نحو 20 طنا، والطول يتجاوز 23 مترا، وهو ينتقل من مكان لآخر في مجموعات بحثا عن أكثر الأماكن العاشبة، حيث يحتاج إلى نحو 1500 كيلوغرام من الغذاء يوميا. وعثر العلماء داخل المغارة على بقايا نوع آخر من الديناصورات الثقيلة آكلة اللحوم، وزنها يتجاوز 4 أطنان. يعود تاريخ انتشارها في البرية إلى نهاية العصر الكريتاسي، أي منذ نحو 68 مليون سنة، كما عثروا على بقايا أنواع عديدة أخرى، من أغربها وأنضرها وأضخمها الديناصورات الشبيهة بحيوان الكركدين، وهي ذات وجه ثلاثي القرون، قرنان طويلان عند الرأس وواحد قصير نوعا ما عند الأنف، وفي نهاية الرأس ثم تواقية مصفحة عريضة لحماية العنق والكتفين، طولها نحو 9 أمتار، وارتفاعها يتجاوز 3.5 مترا، والوزن حوالي 5.5 طن. وكانت هذه الكهوف قد تعرضت للإهمال وظلت مهجورة فترة من الزمن، ومن ثم عبثت بها أيادي المخربين، خاصة إبان العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في 90ات القرن الماضي، الأمر الذي أدى إلى تصدع بعض جدرانها إلى أن أعيد لها رونقها الجمالي، ورجعت إلى سيرتها الأولى بعد عمليات إصلاح وترميم متكاملة من قبل فرق الأثريين استمرت 7 سنين، وتم إنارتها وافتتاحها في 6 يوليو عام 2006 للميلاد، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في الجزائر، التي تستقطب آلاف السياح من داخل البلاد وخارجها للاستمتاع البصري والإثراء العلمي والعودة بشريط الزمن ملايين السنين، حيث عاش الإنسان البدائي وحيوانات ما قبل التاريخ. وللتيسير على السياح والزائرين تم توسعة المدخل الرئيسي لكهوف المغارة المطل على البحر مباشرة، والذي يمكن الوصول إليه عبر الطريق الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية، كما أقيم جسر حديدي يفضي إلى أهم المعالم الأثرية التي تنفرد بها الحجرات والقاعات المتحفية داخل كهوف المغارة، والتي تحكي أسرار وخفايا الزمن القديم في أرض الجزائر العتيقة. شاركنا برأيك، نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.